مش هتلاقي حاجة يا برنسيسة. سمير بقالي سنة مستني الليلة دي، كنت متوقع انها تحصل في اي لحظة، انك تكشفي القناع المزيف اللي على وشك وتوريني وشك الحقيقي. افهمني بس يا سمير، اوعى تتصور اني ممكن اخدعك. او انت فعلا ما تقدريش تخدعيني، لاني اذكى من كل تصوراتك. من اول ليلة في جوازنا انا حاسس ان كل شيء مصطنع مزيف. الحب اللي بتمثليه، اللهفة اللي بترسميها في نظرة عينيكي، كل ده كان مكشوف ليا من زمان. حاولت في الاول ان انا اكدب نفسي لكن ما قدرتش. قلت الحل الحقيقي ان اتاكد، اسيبك لغاية ما تاخدي موقف ضدي. عشان كده كنت بنام لك دايما زي الديب، مغمض عينه ومفتح التانية، متوقع الغدر في كل ثانية. سمير ما تبقاش مندفع وتعمل أي حاجة متهورة. هي دي بقى الخطة اللي أنت رسمها مع المليونير الحرامي أبوكي فتح البهجوري، اللي فضحته في المجلس هتبقى بجلاجل وعلى إيدي. لا يا سمير ما تضيعش كل حاجة. أنتوا بس اللي هتضيعوا، عارفة ليه؟ لأنكوا أغبياء ومفيش مكان في السوق بتاعنا للأغبياء. لا اوعي صوتك يطلع. متضربيش. ضرب؟ انت لسه شفت ضرب يا خاينة يا سافلة يا مجرمة؟ لو ما دقيتك عليا تاني هقتلك. تقتليني؟ تقتليني انا يا منافقة يا نكرة؟ وشرف امي لفضحت فضيحة اكبر من فضيحة ابوك. هتعمل ايه اكتر من اللي انت عملته يا مجرم؟ حميتي بره الباب ده زي ما انت، عشان تروحي لابوكي الوجيه الانسب وانت بالشكل ده. انت تبقى جبان وما عندكش دار انسانية. انسانية؟ ضحكتيني ضحكتيني قوي يا برنسيس. سيبني يا مجرم. مفيش قوة في الدنيا هتنقذك لا انت ولا ابوكي من ايدي. بلغي صاحب الحصانة الامثل اني اول جلسة هتكون لسحب الثقة منه. امشي اطلعي بره بره بره. والله اللي دفعت ثمن الليلة دي عمرك كله. بره 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 بره. طيب يا مهجوري، اللي رسمه انت وبنت ده معناه انك برقادي على مصيبه كبيره، لازم ادمرك قبل ما ادمرك. فين بابا؟ ست داليا؟ بابا داليا؟ الحقني يا بابا. ايه في ايه؟ ايه اللي مخرجك من بيتك بالشكل ده؟ الناس اللي تستهبل كمان. معلش يا حبيبتي، شيلي من دماغك ولا همي خالص. ازاي بس يا بابا؟ ده بيهددني، بكره هيدمر كل حاجه. مش هيقدر. ليه مش هيقدر يا بابا؟ ده كل اللي تحت ايده يخوف. بكره كل شيء هيتغير. مش فاهمه داليا، كل اللي مطلوب منك انك تنامي وتريحي اعصابك على الاخر، واوعدك على بكره الظهر بالكتير الامور كلها هتختلف وهتبقى في ايدينا. هلو. اهلا يا سمير. وصلتك الأمانة يا عم؟ يا ريت تكون عجبتك. لا ولسه ليك عندي أمانة أحلى منها هتفرحك على الآخر. يا سمير يا ابني بلاش تهور، أرجوك ما تضيعش كل اللي عملناه أنا وأنت في لحظة غضب وجنون. اسمعني بس، أنا أضمن لك كل الضمانات اللي أنت عايزها، وداليا لو انت مش عايز تيجي وتاخدها انا بنفسي هعقلها واجيبها لك لحد البيت. صدقني يا ابني انا ماليش ذنب. مالكش ذنب. لا ضحكتني يا باشا. عايز تقنعني انها عملت كده من نفسها؟ خططت كل التخطيط ده لوحدها؟ دي الحقيقة يا سمير. ما تنساش ان مصيرنا انا وانت دلوقتي بقى واحد، في عمليات مشتركة كتير بيننا وبين بعض، ومش من مصلحتنا ان احنا نخسر بعض. ارجوك يا ابني هدي نفسك
وحكم عقلك الكبير اللي انا واثق في ذكائه. ايه رايك نتقابل بكره في المكان اللي انت عايزه؟ بلاش الفيلا، انا عارف انك هترفض. سمير يا ابني ارجوك ادينا الفرصه الاخيره اللي ممكن نحافظ بيها على كل شيء. ارجوك يا ابني ارجوك. متشكر يا سمير، متشكر جدا. معقوله يا بابا بقى هي دي الطريقه اللي بتتكلم بيها مع الحقير اللي عمل في بيتك كده؟ في الحرب كل شيء مباح. بكرة تفهمي يا داليا ان اللي انا عملته ده هو الضربة اللي مدريش بيها، الضربة اللي هتحطمه وترجعه زي الكلب تاني يتمسح في جسمتك اللي هتسيبيها زي الصرصار. بابا سمير نهايته بكرة يا داليا، خليكي واثقة في كلام ابوك. ايه ده صام؟ حضرتك بتندهلي؟ اركب. هو في ايه يا جماعه؟ اركب بهدوء، هقول لك على كل حاجه في العربيه بدل ما اخلص عليك. اركب. شرفت عصام بيه. هو في ايه يا جماعه؟ انا عمري ما شفت حضراتكم قبل النهارده. وادي انت شفتنا. طب ممكن اعرف انا عملت ايه علشان ده كله؟ هتعرف يا حبيبي بس مش هنا. امال فين؟ اوعى تكونوا مباحث ولا امن دوله. واكد لكم انا ماليش دخل بالسياسه ولا اعرف حد فيها. انت هتصعبط انا ولا ايه؟ امال خلي سمير بسيوني ينفعك. سمير بسيوني؟ ايوه سمير بسيوني. شايل عندك اوراق خطيره. هتلف حبل المشنقه حوالين رقبتك. يا دي المصيبة، أنا كنت عارف إن الولد ده فيه مشكلة، لكن أؤكد لكم إن أنا ما أعرفش حاجة، ما أعرفش فيه إيه. وبقول الكلام ده قدام المفتي. فأرضكم بلاش، هو المسؤول، جيبوه واسألوه هيقول لكم إن أنا بريء. عموما إحنا هناخد منك الورق ده دلوقتي، لكن حسابك هيكون بعدين. اطلع الفندق. الشيء الوحيد اللي ممكن يخفف عنك هو انك تسلمنا الاوراق دي باقصى سرعه ومن غير ما حد يحس باي حاجه، مفهوم؟ مفهوم، بس ممكن ما اعرف. انا هنزل معاك لوحدي وتروح على المكان اللي انت حاطط فيه الاوراق، تسلمها لي وبعدين تبقى تعتذر انت في الفندق بمعرفتك وتيجي معايا على طول. وما تخافش انا مش هعمل لك اي شوشره. متشكر قوي. ماما، يا ماما انت ما بترديش عليا ليه؟ ها؟ انت حاسه بايه دلوقتي؟ يعني ايوه يعني دي كويسه يعني ولا ايه؟ يعني مره بيدوني حقنه تريحني، ومره بيدوني دواء كده ينيني دغري. لو مش مهتمين بيكي قولي لي وانا هنقلك اكبر مستشفى من الليله. يا ابن حرام، مش مهتمين بيا ازاي؟ انا بس اللي كنت تعبانه شويه. يخليك يا حبيبي ويسترك. انزل انت اتكل على الله وروح شوف شغلك، وانا هبقى كويسه بكره. الف سلام عليك يا ماما. ده اسمه اهمال متخيل، وانا هحاسب كل المسؤولين عليه. يا دكتور والله احنا مالينا اي ذنب. انا هشوف الموضوع ده مع الدكتور صبري واشوف اذا كان لك ذنب ولا لا. اهلا دكتور هاشم. صباح
صباح الخير يا دكتور. صباح النور. ايه مالك شكلك زعلان من حاجه؟ هي حاجه واحده بس يا دكتور، الامور في المستشفى هنا وصلت لمرحله خطيره جدا، لا يمكن السكوت عليها. طب اقعد ارتاح. انا مش هرتاح ولا ههدى الا ما اعرف ايه اللي بيحصل هنا ولمصلحه مين الاهمال ده. هو في ايه بالظبط؟ في جريمه يا دكتور، وجريمه بشعه كمان. دكتور هاشم، انت بتقول جريمه؟ الاهمال يا دكتور لما يؤدي لموت مريض تبقى جريمه، وجريمه بشعه كمان، وانا مصر على التحقيق وفورا قبل ما اطالب باتخاذ الاجراءات القانونيه. انكل حامد. انكل؟ امك فين يا ابو انكل؟ اهلا يا سهام. لا اهلا ولا سهلا يا زينب. طب قول السلام عليكم يا عمي. السلام لاهل السلام، لكن انتوا بقى ناويين على الحرب يا ست ليلى. حرب؟ حرب ايه يا سحان؟ ومالك يا اخويا داخل مزعبب كده وواخد في وشك؟ هاتيلي حقي وحق بنتي من المحروس ابنك، لحسن اقسم بالله العظيم اجرجره في المحاكم واخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. محاكم؟ محاكم ايه يا عم؟ اسكت انت راخى، ما بقاش الا اللي لسه ما طلعش من البيضه يتحشر في الكلام. الله، ما تتكلم دغري يا سحامد وبلاش الغاز. ابنك طلق بنتي يا زينب ورماها في الشارع. طلقها؟ ايوه، وبناقص الجوازه اللي تعر دي ما قلناش حاجه، لكن بنتي ليها حق في العفش وفي المؤخر وفي النفقه وفي كله، وهاخد الحق ده بالكامل. ما يفتكرش الحكايه ان اسفقناكم، نصبايا اتعلمها من عمي. ايوه، الدم واحد، وبعد ما عرفوا حقيقه ابوهم استقوا هو واخوه وحاولوا يقلدوا مصايبه. حاسب على كلامك يا حامد، اياك تكون بتقول الكلام ده على السيد بسيوني. ايوه يا اختي، بقوله على السيد بسيوني. تكونيش فاكراه السيد البدوي ولي من اولياء الله الصالحين؟ لا، فوقي جوزك المحترم. عمي ما تكملش يا عمي. ليه ما تكملش؟ ليه ما تخلوها تعرف يا رخرة؟ مش يمكن تقلب زيكم؟ يمين بالله ان ما بطلتوش الكلام الملفوف بتاعكم ده لكن طردكم انتوا الاتنين بره البيت. انا كلامي لا ملفوف ولا معوج يا زينب، انا كلامي هو الصدق، الصدق اللي داروه عنك ولادك عشان يحافظوا على مشاعرك. لكن انا خلاص زهقت، لازم تفوقي عشان نتكلم على المفتشر، لازم تعرفي ان مش حامد اللي يضحك عليه ولا يتعمل في بنته كده، واللي ينصب على بنتي في مليم هاخد قصاده 100. الكشف الدقيق اثبت ان ده سبب الوفاه يا دكتور. حاولت اكدب نفسي لكن ما قدرتش. املاح سيانيد ماده محظور استخدامها طبيا، يبقى ازاي وصلت للمريض ومين المسؤول عن استخدامها؟ اهدى يا دكتور اهدى. تاني يا دكتور صبري، تاني بتقول اهدى؟ لو سمحت يا دكتور صبري، حاجه من الاثنين، الانسه دي تتحول للتحقيق دلوقتي حالا لانها المسؤوله عن متابعه حاله المريض وهي اللي بتديله الدواء، يا اما هتضطرين ان انا اطلب النيابه العامه حالا ومن مكتبها. لا طبعا، احنا مش عايزين نوسع المساله، عايزين نعمل تحقيق داخلي، نشكل لجنه للتحقيق معاها ونوقفها عن العمل بشكل مبدئي. ليه بس يا دكتور؟ والله ما ليا ذنب، انا بس خلاص. الدكتور هاشم عنده حق، اياكي تقولي غير الحقيقه في تحقيق والا هيبقى حسابك معايا عسير. انا هنزل مع الدكتور هاشم المعمل تحت وهنطلع بعد دقايق، الاقي الدكتور محمود والدكتور منصور مستنيني هنا في مكتبي. حاضر يا دكتور. انت شاكك في ايه بالظبط يا دكتور هاشم؟ ان البنت تكون مأجورة على قتل الحالة؟ لا لا، مش للدرجة دي، وإلا ما كنت سمحت لك تخليها تتحرك بحرية كده. ثم ان المريض اللي مات ده راجل فقير جدا وما افتكرش ان في حد عايز يقتله. لا دكتور، الحكاية مش كده. امال شاكك في ايه بالظبط؟ شاكك في خطأ الاهمال الجسيم، الممرضة ادت الدواء غلط ومحظور استخدامه. لكن السؤال اللي محيرني، جابت الدواء ده منين اصلا ومين اللي خلاها تستعمله؟ طب اتفضل معايا على المعمل تحت. المعمل؟ المعمل، نفتش سوا، يمكن نلاقي كمية جت غلط من الأدوية وتسرب منها جزء الاستعمال. فضل فضل. لا، اللي قلته ده كده، ملعونة البطن اللي شالتكم مادام صدقتوا كده على أبوكم، أبوكم اللي عاش طول عمره حبكم في قلبه وفي عينيه. يا ماما، ما هي المستندات اللي مستندات؟ تصدقوا الورق وتكذبوا البني آدم، البني آدم اللي عاش معاكم طول عمركم. يا حسرة قلبي عليكم، يا حسرة قلبي عليكم. يا ماما يا ماما، أنا مقدرة كل اللي أنت بتقوليه، بس هكريكم كل واحد فيكم اتقلب فجأة. اللي ساب الشعر وراح للتجارة،
واللي سابت الحب وترمت في قلبي شوية الفلوس. أغبية أغبية، ضيعت حياتكم كلها في كدبة. طب كنتوا اسألوني، اسألوني أنا، وأنا كنت أجيب لكم ألف دليل ودليل على إن أبوكم شريف. ضيعت كل حاجة كل حاجة. ماما ماما، احنا مش هنتكلم دلوقتي في الماضي اللي ضاع، احنا لازم نبص للمستقبل. انا جايلك في الاهم. سمير اخويا، سمير تحت التهديد يا ماما، ولازم نلحقه قبل ما يفوت الاوان. يا راجل يا راجل، حرام عليك. طب ده انت واخد في العمليتين بتوع كراتشي اكبر نسبة، طلع لك فيهم اكتر من 500,000 جنيه. فين بقى اكل الحقوق اللي انت بتقول عليه ده؟ يا باشا بلاش تقول اللي انا خدته وتسكت، قول اللي انا خدته بالنسبة للي انت خدته يطلع قد ايه، ما يزيدش عن 1/10. يا سمير، عشان ما ضيعش وقتك واطول عليك، نجيب من الاخر يا باشا. عايزنا نلم الدور، يبقى نتفق على نسبة جديدة ما تقلش عن 50%. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بقى، ودي الاهم، بنتك المصورة. طلقها لو عايز، انت حر معاها. اطلقها؟ لا حلوة يا باشا، انت فاكرني سعادتك دائع عصافير ولا ايه؟ بقى بعد ما دخلت بيتي وعرفت كل اسراري، لعلمك بقى بنتك المصون هتفضل كده متعلقة زي البيت الواقف، لا طايلة سما ولا ارض، لغاية ما اول عملية على الاقل تتم واخد نسبتي الجديدة منها. بس كده؟ أوامرك يا سمير بيه. صباح الخير يا فتحي باشا. إيه الأخبار؟ كله تمام يا باشا، الولد والورق في انتظار سعادتك. في الفيلا؟ أيوه يا باشا. طب اسبقني أنت وجهز بقية المطلوب. أمرك يا باشا. يا أبو صمت، عارف أنت هتخرج من هنا دلوقتي تروح على فين؟ على فين؟ على فيلتي. لا معلش، انا افضل برضو يكون كلامنا في اماكن عامه. مش بمزاجك يا حبيبي. لا ده بمزاجي، وبمزاجي قوي كمان، وانا عارف وانت عارف. انت مش عارف حاجه، لكن انا عارف دلوقتي انك اصبحت عندي ما تساويش اكتر من شفطة العصير اللي قدامي دي. فتحي بهجوري، اخرس اخرس بدل ما احطك في السجن حالا. الورقة شاطر عندي في الفيلا، ومعاه كمان الموظف السنكوح اللي انت حبيت تستذكى وتحط في خزنته كل الاسرار. عارف مين الموظف ده طبعا. شوف، انا حسيبك هنا تفكر في حلين، يا اما تحصلني على الفيلا تبوس الجزمة وتشوف طلباتي ايه، يا اما اقرا بكرة خبر انتحارك في الجرايد. باي باي يا رومي. بس لقيتها. هي ايه دي اللي لقيتها يا استاذ؟ نقطة السر اللي هتكشف القضية الكبيرة. معقولة؟ انت طلعت على ملفات قضية منصور النعلي، ومن قبلها قضية يعقوب الزناري. طبعا. ما لقيتش ان في شيء مشترك جامع بين القضيتين دول. توصل الموضوع شركات التصدير اللي في كراتشي؟ بالظبط كده. ده غير ان الاتنين دول بقى على اتصال دائم بمجموعة شركات البهجوري اللي هي ايديها في كل السوق تقريبا. وشركات البهجوري لها تعاملات واسعة مع شركات التصدير اللي في كراتشي. بالظبط يا منتصر، اهو انت كده معايا على نفس الخط. يعني انت شاكك ان البهجوري هو اساس العمليات دي؟ الوسيط مثلا؟ لا، ده مش مجرد وسيط، ده مشارك قوي جدا في كل الصفقات اللي بتتم، وما استبعدش انه يكون المحرك الاساسي لكل العمليات دي. سيد البهجوري. كرا يا استاذ، محدش فوق المسألة، في اجراءات قانونية هتتبع، ولو ثبتت منها الادانة هيكون الحل بسيط وسريع. انا هدخل للاستاذ عبد الباري اعرض عليه القضية. مستعد تشارك معايا؟ طبعا يا احمد، دي قضية مستقبل ولا يمكن اتخلى عنها.
اهلا اهلا بالعبقري الصغير، العبقري اللي افتكر انه ممكن يبقى حوت ببساطة ومن غير مجهود. فتحي بيه، انا جاي لك عشان نتفاهم زي ما قلت. مش قبل ما نصفي الحساب اللي بيننا الاول يا سمير يا بسيوني. حساب ايه يا داليا اللي انت طالباه؟ الاستاذ سمير مديون لي بحاجة ولازم يسددها لي فورا. ما كنتش متوقع ابدا ان عمك ينام في تهديده ويقول لماما على كل حاجه. ماما ما صدقتش منه ولا كلمه، غضبت علينا ورفضت تنزل معانا. مشكله ولازم تتحل. المهم دلوقتي ان جمعه يقول لنا اي حاجه تعرفنا مكان سمير، لحسن الكلام اللي قاله لي اطهامش عن تهديد البهجوري ليه ده قلقني عليه قوي. ابوس رجلك يا باشا، انا مستعد اعمل كل اللي تؤمر بيه، اتنازلك عن كل حقوقي في الشركه. شركه؟ انت بتسمي مكتبك الحقير الكحيان ده شركة؟ شركتك دي انت وكل الناس اللي فيه ما يسوش عندي 3 مليم. غلطك معايا ومع بنتي ما يتصلحش بالفلوس، تصلح بالدم. لا يا بابا. داليا بتمنعيني انتقم من الناكرة ده؟ بتخليني اتردد لحظة واحدة قبل ما ادوس على زناد مسدسي واخلص منه؟ الموت للحقير اللي زي ده يبقى راحة، وانا مش عايزاه يرتاح، عايزاه يدفع الثمن. كل دقيقة من عمره يموت فيها موت بطيء، وابقى سعيدة وانا شايفاه بيطلب الموت ومش قادر يوصل له. ما كنتش فاكر انك قاسية عليا للدرجات يا داليا. قاسية؟ ده انا لو اطول اعذبك عذاب جديد، عذاب اخترعهولك بنفسي. وماله حبيبتي، اخترعي زي ما انت عايزة وانا نفذ لك كل اللي تأمري بيه. فتحي بيه، ارجوك ترحمني. ارحمك؟ الرحمة مش للاوباش اللي زيك. عندك حق يا داليا، ده انت فكرتيني بواحد كمان حسابه لازم يبقى حساب عسير. شعبان! فندم يا باشا. شوف لي الحيوان اللي اسمه حامد بسيوني، لو كان عند اطامش يجيني فورا، لو كان في مأمورية اول ما يوصل يجيني. عمرك يا باشا. مش هو ده اللي وقف معاك شوية واللي تصورته انت وهو انكم ممكن تقفوا في وشي؟ هتشوفوا دلوقتي ردي وعقابي هيكون ازاي. ممكن استعمل تليفون؟ اتفضل. الو، لو سمحت اكلم الاستاذ كمال ناصر بسرعه. ايوه يا ياسر، اخبارك ايه؟ كده لا، اسمعني بس، كمل معاه عادي خالص لغايه ما يخرج سمير من عنده ونشوف اتجاهه هيبقى ايه. ايوه واضح كده ان العلاقة اكيدة. ماشي يا ياسر، ربنا معاك. بروف التحقيق بكرة. سيبك من بروف التحقيق دي وتعالي اقعدي، عندي اخبار سخنة. بخصوص ايه؟ بخصوص فتح البهجوري. بتقول مين؟ ياسر عبد الله وصل لمعلومات خطيرة. ما هو ما تجننيش وتقول لي انك مش عارف طريقه. الله، انت فاكرني الحرس الخاص بتاعه ولا ايه؟ يا بني ادم كلمني كويس، قول لي هو فين. هو انا ما اسمحلكش كلامي بالاسلوب ده. ثانيا انا عندي تعليمات انك خلاص بقيت بره الشركه، يعني مالكش اي صفه رسميه هنا. ايه ده انت عاوج بقى وعايز اللي يصلحك. وبعدين بقى يا جمعه فهمني، اخويا سمير تحت التهديد ومش لاقينه. ما تساله مراته. لا هو ولا مراته في البيت. خلاص يبقى عند حماه البهجوري. بالظبط، راحوا مراته يزور ابوها. فيها ايدي يعني مدحت؟ تفتكر يا مدحت؟ الله اعلم. هي تليفونات البهجوري عندك؟ عند السكرتارية، وعن اذنكم بقى عشان عندي شغل. ده لو عنده فعلا تبقى حكاية. الو، مين يا فندم؟ سمير بسيوني؟
مين حضرتك الاول يا فندم؟ ليلى اخته؟ لا يا فندم هو مش موجود. حاضر يا فندم، اول ما هيوصل هبلغه. مع السلامه. فتحي بيه، انا عايز اعرف بس ايه اللي هتكسبه لما تفضل متحفظ عليا بالشكل ده. هنكسب ان احنا نفضل شايفين نظره الذل دي في عينك. القوي لازم يسامح ويغفر. لما يكون الضعيف بني ادم مش حيوان يا حيوان. حصل يا سعادة الباشا. هاتوا دم. مساء الخيرات يا سعادة الباشا. اهلا اهلا يا حامد. ازاي؟ ايه المطر واقف بعيد كده ليه؟ يا فندم ده انا كفايه ان انا واقف في حضره حضرتك، ده القرب من سعادتك غنيمه. والغنيمه دي كنت عايز تحطها في جيبك انت وابن اخوك. معاذ الله يا باشا، ده احنا خدامينك. يا راجل قول كلام غير ده. خدامين ايه؟ ده انتوا زي راس براس، وماسكين عليا المستندات اللي توديني في داهيه واللي ممكن تدخلني السجن. كلام ايه ده يا سعاده الباشا؟ هو احنا نقدر نستغنى عن سعادتك ولا عن ماده ايديك بالخير لينا؟ منافق، منافق كبير. كلامك الحلو ده ممكن تاكل بيه اللي قدامك، بس مش فتح البهجور يا ابن البسيوني. تعرف كويس قوي ان عليك دي انا عاجنها بايديا دول. يا باشا العيلة كلها ما تنساش افضلك عليها. سمير عقل وفهم انه مش قدي، وقرر انه يتنازلي عن كل اللي كسبه من ورايا. يا حامد قلت ايه؟ ها؟ وماله يا سعادة الباشا؟ ما هو برضه سعادتك السبب في النعمة دي كلها. وانت؟ ما انا خدامك. ايوه ما انا عارف انك خدامي. انا قصدي اقول ايه اللي انت هتقدمه علشان تكفر عن كل اللي فات. هو كان ايه بس اللي فات يا سعاده الباشا؟ ما انا من يومي ما بشتغلش الا لمصلحتك وفي خدمتك. انت ده انت ساومتني وساومت اطامش من اول لحظه. طلبت مني اللي محدش طلبه لا قبلك ولا بعدك علشان تقنع اخوك انه يبيع. بس لزومه الكلام ده يا باشا؟ لزومه ان الحسابات لازم تتصفى، لازم تتقفل كويس قوي قبل البهجوري ما يقول كلمته الاخيره. كل اللي خدته يرجع يا حامد. كل ايه يا باشا؟ اللي خدته، كل اللي خدته، الوظيفه، نصيبك في البيت، نصيبك في الشركه، كله كله. لازم اشوفك زي ما عرفتك اول مرة، حافي وواطي بتدور على قرش ساغ واحد تبعزقه على ترابيزة قمار. ايوه باشا، لكن لكن ايه؟ ها؟ مش موافق؟ بترفض ولا حاجة؟ خلاص استنى بقى وشوف اللي انا هحكم عليك بيه يا ابن البسيوني. يا فندم اسمعني، انا لا يمكن ارد لسعادتك طلب، وسعادتك عارف العين بصيرة والايد قصيرة، تقريبا كل اللي جه راح. طب وما بسيط، تكتب لي وصل امانة بالدين اللي انا هحدده، وابقى اخد منك المبلغ يعني لما الاحوال تتيسر. احوال ايه اللي تتيسر يا باشا؟ وسعادتك ناوي تطردني من نعمتك وتعلن عليا انا وابن اخويا الحرب؟ يا باشا باشا احنا ما نقدرش نكسب مليم من غيرك. لا برضو لسه في ناس تسد عنك، مرات اخوك وابنها وبنتها اللي داخله في طوق اطامش. طب ودول هيسدوا عني بمناسبه ايه يعني؟ بمناسبه انهم عيلتك يا اخي، ولا تكونش خايف انهم يتصدموا فيك زي ما اتصدموا في الكذبه الكبيره اللي نسجتها حوالين اخوك؟ طب ما هم يمكن يرفضوا يمدوا لي ايد المساعده. يرفضوا ازاي يا راجل؟ خلاص هددهم زي عدتك، هددهم انك هتفشي السر الكبير وانك هتفضحهم في كل مكان. هددهم زي ما عملت قبل كده ايام ال60,000، فاكر؟ ها ال60,000، ال60,000 اللي سرقتهم بايديك من بيت اخوك. مالك يا ابو سامر؟
اتفاجئت ولا حاجة؟ لا حبيبي ما تتفاجئش، عمك فعلا هو اللي عمل كده، سرق أبوك علشان يساعدني إني أتمكن منه. والمصيبة يا أخي إنه هو عمك ده اللي جه معاك علشان يتحالف ضدي. بذمتك أبو سمرة وأنا راضي ذمتك، شفت في حياتك أحقر ولا أخبث من كده. طيب أسيبكوا بقى علشان تتفاهموا سوا وتصفوا الحسابات اللي بينكم في مسائل عائلية. لكن بالمناسبة أي حد فيكم هيحاول يطل بدماغه بره هتبقى آخر لحظة من عمره جوه. باي. مش الارض جواهر. بطل اوانطه يا تيتا ولم الدور. عمي فين؟ عمك حامد عدم المؤاخذه. هو انا عندي غيره يا مغفل؟ هو كان موجود ولغيت الظهريه وفص ملح وده. هو الحاج عيسى بعته مشوار ولا ايه؟ يمكن. هو فوق؟ الحاج ايوه موجود. احنا طالعين له، لما يجي عم حامد دخله لنا على طول. طب ثانيه واحده اديله خبر. خبر ايه؟ احنا هنستنى الاذن ولا نستنى الاذن؟ اوعى من طريقي. اوعى. ليلى ايه اللي جابك هنا؟ سمير يا عيسى. ايه في حاجه حصلت لا سمح الله؟ مش لاقيين، مش عارفين نتلم عليه لا في البيت ولا في المكتب. ولا عند البهجوري؟ ولا عند البهجوري. غريبه. قلنا مفيش غير عم حامد هو اللي يمكن يفيدنا. حامد؟ ايوه، في بينهم شغل كتير ومقابلات، واكيد يعرف اراضيه فين دلوقتي. ايوه انا اصلي ما شفتش حامد خالص النهارده. ما شفتوش ده ايه؟ الولد اللي بره بيقول ان هو جالك النهارده عمل معاك اجتماع وبعد كده مشي. ايوه ما انا انت عايز تخبي علينا ايه؟ انت اكيد عارف مكان عمي، ومش بعيد كمان تبقى عارف مكان سمير. انا ما اعرفش اكتر من اللي انتوا تعرفوه. لا يا معلم، انكارك انك شفت عمي النهارده بيقول حاجات كتير قوي. يكون في علمك بقى اي حاجه هتخبيها في الموضوع ده بالذات هتاثر على حياتي معاك. ده اخويا يا عيسى. قلت لكم ما اعرفش كده برضو يا عيسى؟ تعرف ان قلبي متشحتف على اخويا للدرجه دي؟ ما تقفش جنبي ولا تاخد بايدي كده اهو. طيب يا عيسى يلا بينا مدحت. استني بس يا ليلى، اكيد المعلم هيقول لنا سكه عم حامد فين. انتوا ظاهر عليكم ما بتفهموش عربي. وبعدين تعالي هنا يا ست، انت متجوزه ايه؟ كرسي ازاي تخرجي من البيت من غير اذن؟ انا قايله لك من الصبح اني عند ماما. وهو موضوع ماما خلص، اتفضلي روحي بيتك. الله، واخويا يا عيسى؟ اخوك ايه؟ مالي اخ والله اكبر، ستة في تسعة، يروح يدور عليه، انت ما بقيتيش حامل الحاجات دي، انت ست حامل. مش هيجي لي قلب، انا هفضل مع مدحت وبابا لغاية ما الموضوع ده يبان له حل. الله، انت بتعصي اوامري. هدي خلقك يا حاج. ايه يا مدحت؟ انت هتترجاه ولا ايه؟ اذا ما كانش يقف جنبي في موقف زي ده هيقف جنبي امتى؟ يكون في علمك بقى يا معلم، انا مش راجعة، انا هفضل عند امي لحد ما تعرف انت غلطت في حقي قد ايه. يلا بينا يا مدحت. انت اللي فتحت باب الشر ده كله من الاول؟ ايوه انا يا سمير، وكان ممكن يبقى باب السعد والنعيم اللي ملوش اول ولا اخر لولاش انت واللي عملته. حبيت تعمل حوت في وسط الكبارات، ما فهمتش كويس انهم لا يمكن يسمحوا لك، ما فهمتش ان اللي يكبر من غير اذنهم لازم يفعصوا برجليهم لحد ما يرجعوه لاصله قزم صغير ولا يسوى. كل ده ما يمنعش انك انت الاساس من الاول. ازاي جاتلك الجرأة انك تعمل كده؟ ازاي جاتلك الجرأة انك تبيع اخوك وتتسبب في موته عشان تنفد بجندك لوحدك؟ انا بعت اخ واحد، الدور والباقي عليك بقى اللي كنت عايز تبيع الكل. انا وانت طينة واحدة يا سمير، ومفيش داعي نضحك على بعض. مفيش داعي بقى تمثل عليا دور اللي اتصدم، وتعالى نحاول نفكر ازاي نخرج من المطب اللي وقعتنا فيه. لسه تاني بتقول ان انا اللي وقعتك فيه؟ ايوه،
علشان انا اللي فاهم قواعد اللعبه مع الناس دول. ابقى صغير وافضل صغير تحت رجليهم بكده اكبر من غير ما يحسوا، لكن اواجههم لا. كل اللي فات كان غلط يا سمير ولازم يتغير. يتغير؟ يتغير بعد ايه؟ بعد ما ضاعت كل حاجه؟ يا واد راح فين عقلك النور اللي زي البرلمان؟ تعال نفكر ازاي نرجع رضا الراجل الكبير عننا، نتنازل له عن كل حاجه ونبدا من جديد. الراجل الكبير بتاعك مش هيسيبنا نعيش على وش الدنيا ثانيه واحده بعد ما ياخد كل حاجه. لا هيسيبنا لانه محتاج لنا. البهجوري عنده استعداد يعمل الف سمير غيري ومليون حامد غيرك. انا مش ده اللي قلقني دلوقتي، اللي قلقني حاجه واحده بس، ازاي انقذ امي واخواتي. لازم اخليهم يعملوا حسابهم عشان ما يضيعوش كل اللي جاي. انت اتجننت؟ عايز تعصيهم عليا؟ عايز تمنعهم ينفذوا تعليمات البهجوري اللي فيها امل اننا نقف على رجلينا من ثاني؟ كفايه بقى كفايه. انت ايه؟ انا ايه للدرجه دي؟ بلاش تلوث كل شيء. ده انا اقتلك بايديا منعتني. انا حياتي عندي هي كل شيء، وان شاء الله الطوفان ياكل كل اللي بعدي. الطوفان مش لازم ياكل غيري انا وانت، والباشا الاخطبوط بتاعك، لكن التنين لا، التنين لا يا عمي. انا لازم احذرهم، لازم اكلمهم في التليفون. استنى هنا اطلع سلم.